موضوع الفيديو عن توزيع تسديدات العملاء يمكن نظام المتكامل بلس من متابعة مديونية العملاء عن طريق تحصيل المبالغ من العملاء وتوزيعها على المديونيات المختلفة للعميل. وبالتطبيق على نظام المتكامل نبدأ بعرض كشف حساب لمديونية عميل من إدارة الحسابات والترحيلات، تقارير الحسابات، الحسابات الفرعية. F9 في رقم الحساب لاختيار حساب عميل. نختار كشف تحليلي لحركة العميل، وفي رقم العميل F9 لاختيار كشف حساب العميل، ثم نقوم بالطباعة. نجد المديونية الخاصة بهذا العميل، وكذلك المبالغ المسددة والرصيد المتبقي عليه، ثم نقوم بعمل سند قبض من هذا العميل لتخفيض جزء من المديونية الخاصة به أو المديونية بالكامل. من العمليات نختار سندات القبض، نقوم بعمل إضافة، وفي رقم الصندوق F9 لاختيار الصندوق الوارد إليه المبلغ، نقوم بإدخال المبلغ، وفي رقم الحساب F9 لاختيار حساب العميل. ندخل المبلغ، وفي رقم العميل F9 لاختيار اسم العميل، ثم نقوم بحفظ العملية. وأخيرا يتم عمل تسديدات للعميل حتى يمكن سداد مديونية كل عميل بحسب الفاتورة أو على مستوى الأقساط. من العمليات نختار توزيع تسديدات العملاء، نقوم بعمل إضافة، ونختار نوع المستند سند قبض، وفي رقم المستند F9 لاختيار المستند. نجد كل الفواتير الخاصة بهذا العميل، نختار الفاتورة التي نرغب في سداد المديونية منها، ثم نقوم بعمل توزيع آلي حفظ.